تحتفي دولة الإمارات وبالتزامن مع عيد الاتحاد 53 بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبهذه المناسبة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقفة ولاء تاريخية، وهي حدث الاصطفاف الأول والأضخم من نوعه بمشاركة 23,000 مجند ترافقهم أكثر من 2,000 آلية ومدرعة في الموقع الذي شهد لقاء المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراهما للإعلان عن قيام اتحاد أبوظبي ودبي تمهيدا لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. عقد من العطاء، عقد من ملحمة وطنية اختزلت في وقفة ولاء، وقفة وفاء للمؤسسين، ووقفة عهد ووعد بحماية كيان الاتحاد، واحتفالا بمرور 10 أعوام على تطبيق قانون الخدمة الوطنية. ها هي دولة الإمارات تكتب اليوم صفحة جديدة من الولاء والإنجاز في حدث وطني غير مسبوق شهده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحضور سمو أولياء العهود وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. نحن اليوم في احتفاليتين، احتفالية العيد الوطني اللي صادف 2 ديسمبر، والاحتفالية الثانية اللي هي احتفالية مرور 10 سنوات على توقيع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. مثل ما تشوفون ورانا نحن الحمد لله رب العالمين وصلنا لعشر سنوات من توقيع هذا القانون، والذي يعتبر رافد أساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثل في وزارة الدفاع. هذا القانون يخدم بشكل أساسي المؤسسة العسكرية في دولة الإمارات، ويخدم أيضا المجتمع دولة الإمارات بجميع أطيافه. هذه الفعاليات لها أهمية كبيرة على الصعيد العسكري فيما يخص دعم الجانب العسكري ودعم الأمن الداخلي في دولة الإمارات، وأيضا له أثر إيجابي في مجتمع دولة الإمارات حيث أنه يعزز من روح الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، ويعزز أيضا من المواطنة الصالحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب طابور العرض هذا، كان الحضور على موعد مع استعراضات جوية لطائرات مقاتلة وطائرات عمودية وطائرات نقل تزامنا مع الجولة التفقدية، لتتبعها مراسم تسليم الميداليات والأوسمة وسط حضور رسمي وشعبي كبير يعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز. يوم العز، يوم الكرامة، يوم الفخر، وأنا يمكن من أكثر الناس سعادة اليوم لأن عندي 2 من عيالي مشاركين في هذا الاصطفاف. مثل هذا اليوم نحن عقلت مربينا عيالنا وندعو كل أفراد المجتمع وعيالنا كلهم اللي مشاركون في مثل هذه المحافل اللي اليوم تثبت قوة وجدارة قواتنا المسلحة، ونهني في هذا اليوم دولتنا وقادتنا باليوم الوطني 2 ديسمبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. وقفة ولاء، وبمشاركة الآلاف من أبناء الوطن من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط، تخطت مجرد كونها عرضا عسكريا لتصبح لوحة وطنية مهيبة تجسد الروح الإماراتية بعزيمتها وولائها وانتمائها لدولة الإمارات والاستعداد للدفاع عن حياضها وحماية مكتسباتها، حاملة في طياتها رسالة مضمونها أن الإمارات بقيادتها وشعبها وباتحادها ستظل قوية وملهمة للعالم برؤيتها وانجازاتها. 10 سنوات من الخدمة الوطنية، 10 سنوات يعزز فيها مفهوم الولاء والانتماء، وتستمر الإمارات بعدها في كتاب فصول جديدة من تاريخها المشرق بجهود أبنائها والقيادة الرشيدة. لأخبار الدار، محمد عبد الله، أبو ظبي.